الصحافة التي قدمت وما قدمت، قدمت كوكبة كبيرة من شهداء الصحافة. لأن هذه المدينة الصامدة الصابرة المجاهدة العريقة. الصحافة المصرية هي جزء لا يتجزأ من الصحافة العراقية، وهي تاريخ وإرث حضاري، وبالتالي أن هذا الإرث الحضاري يجب أن نحافظ عليه، نحافظ على استمراريته من خلال توفير بيئة آمنة للصحفيين ومنهم الموصل، أن نستذكر دائما شهداء الصحافة العراقية وبالخصوص شهداء الموصل نساء ورجال. أحيانا تأتينا معلومة أن الصحفي يتعرض لانتهاك، وبالتالي نقف معه، لدينا محامي متطوع مجانا نقف مع الصحفي، وهناك مادة قانونية تجرم من يعتدى على الصحفي وتعاقبه 5 سنوات سجن. نتكلم بذلك ونصدر تقاريرنا إلى الأمم المتحدة وإلى المنظمات الدولية. لديكم تنسيق مع النقابة مثلا؟ نعم نعم نعم، تنسيق كبير جدا، نعمل مع النقابة الصحفيين، وأكثر أعضاء الجمعية هم أعضاء في نقابة الصحفي العراقي، لا نتقاطع مع نقابة الصحفي العراقي. أول شيء أهنئ كافة الصحفيين والإعلاميين محافظة نينوى بذكرى إصدار أول صحيفة بالموصل، 137 أطفأنا الشمعاء اليوم، فحبيت اليوم تكون أمسية عبارة عن فرح بعيد عن الحزن والاضطهاد، بعيد عن كل المشاكل اللي تواجهت الإعلاميين والصحفيين في محافظة نينوى. اليوم أيضا تشرفنا بزيارة رئيس جمعية الصحفيين العراقيين أستاذ إبراهيم السراج، وذكرى أيضا وقفنا لعوائل شهداء الصحافة نينوى. باسم كل منتسبي دائرة الصحافة نينوى نبارك لرجال الإعلام هذا العيد، متمنيا لهم المزيد من الموفقية والنجاح والإبداع، وكان لرجال الإعلام الدور الكبير للوقوف بخندق واحد مع كوادر رجال الجيش الأبيض الشجعان للتصدي لما تعرضت له هذه المدينة، وخاصة في جائحة كورونا. وإن شاء الله ستبنى محافظة نينوى وستعود إلى أفضل مما كانت بهذه الجهود الكبيرة والعظيمة. حقيقة كلنا فخر واعتزاز أن نحضر هذه الاحتفالية ونستذكر الشهداء، شهداء الأسرة الصحفية الموصلية اللي قدموا أرواحهم من أجل إعلاء كلمة الحق في محافظة نينوى. بهذه المناسبة يعني أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى زملائي من الإعلاميين والصحفيين العاملين في محافظة نينوى، وإن شاء الله كوني مدير قسم العلاقات والإعلام في شرطة نينوى سأبقى من الداعمين والمساندين لعمل جميع الأخوة الصحفيين والإعلاميين في محافظة نينوى. أنا أقول أن الصحفي هو الجندي المجهول الذي يدافع عن حقوق المدينة بدون أن تراه الأعين، فأتمنى ومناشدة مني إلى الحكومة المركزية أن يكون الصحفي رقم واحد موجود عندهم، لأن للأسف أنه كما كلنا نعلم أنه الصحفي دائما حقه مغدور، ولحد الآن عدد من الصحفيين العدد الكبير من الصحفيين محافظة نينوى لم يحصلوا على حقوقهم. الموصلية قناة العائلة، قناة كل بيت موصلي شريف. الموصلية هي أنا باعتباري هي أن ولدت من رحم المعاناة، فأنا أتمنى يعني صوتي أن يصل للحكومة المركزية وأن ينظروا إلى جميع الصحفيين مدينة نينوى، مدينة الموصل والموصلية بشكل خاص. حقوق الشهداء الصحافة، أعتقد يعني الشهداء ضحوا بنفسهم وأنطوا دمهم، لكن الدولة يعني ما مطيتهم أي حقوق، من عدا أنه الراتب التقاعدي ما لهم أي حقوق، فيعني نطالب بالتفاتة يعني بسيطة لعوائل الشهداء، يعني ما ينذكرون إلا بس وقت أنه ذكرى الصحافة هاي بالسنة، يمكن يا مرة يا ما ينذكرون أصلا. يعني أبسط شيء نطالب محافظ نينوى بتخصيص مثلا قطع أراضي لعوائل الشهداء، ليش لحد الآن يعني صحفيين نعم شهداء الإعلام.